قال الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرولوا، والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك، كلامه لا ينحل، وأخو بني قيس وهن قتلنه، ومهلهل الشعراء ذاك الأول، والأعشيان كلاهما ومرقش، وأخو قضاعة قوله يتمثل، وأخو بني أسد عبيد إذ مضى، وأبو دؤاد قوله يتنحل، وابن أبي سلمى زهير وابنه، وابن الفريعة حين جد المقول، والجعفري، وكان بشر قبله، لي من قصائده الكتاب المجمل. ولقد ورثت لآل أوس منطقة كالسم خالط جانبيه الحنظل، والحارثي أخو الحماس ورثته صدعا كما صدع الصفاة المعول، يصدعن ضاحية الصفا عن متنها، ولهن من جبلي عماية أثقل. دفعوا إلي كتابهن وصية فورثتهن كأنهن الجندل، فيهن شاركني المساور بعدهم وأخو هوازن والشآمي الأخطل، وبنو غدانة يحلبون ولم يكن خيلي يقوم لها اللئيم الأعزل.